وكان هو بالنوم ديرو تتخطيط لكن داك كان تما كاين مدورين وكان محاكرينو حنا هذاك كذاك هو ديك الباب وقسم بين لو عنده كاتريما يضافها كاين صاحب ما يقدرش يدير لك جمله ما فيش داني ديرهاش فهمتي دوك كنت عليك الدرس على من على الدراوش ديال الناس صاحبي وانا الناس ساكن هاد الدراوش مسطين ما سميتو اشنو ما عندي لا عيل بلا الفقر والتخربيق كيجي كل يديرو كل يديرو كل كيدير بحال كيجي الناس ديال الطوس حتى داك النوع اقسم بالله صاحبي وكنشي شي بوليس كنعرفهم كيفاش كيديروا وكيدير كيجف فيهم وادين مو مكلخ اقسم بالله اخويا كنقولها وكنسطر عليه ومكلخ وامكلخ لان هذاك واحد الهضره دابا مثلا انا كيجي شي بنادم كيما بغا يكون كتناقش معاه كيما بغا يكون كتجي وكدا وتوريه وداك الشيء علاش لان ما يقدرش تنفع عليه لماذا لان خرج من الاطراتور خرج من الحاله الطبيعيه الحاله الطبيعيه الحاله الثقافه بمعنى كيما بغا يكون الانسان كتمثل لان عندك واحد العلم ولكن شي واحد يتمظهر بانه هو ما عارفش اشنو الحل الحل هو اللي جا عنده ديك اللعبه ديك اللعبه ديال زعما راني دي ماك مخزن له لا انا ديري من الخميسات واحد النهار شنو جا جمدار ليا جيت تما كاين كانت واحد الحادثه بان كان شي بنات الخميسات كان كيمارسوا شي سمعات مع سميتها مع الكلاب وداك التخربيق قال لي واش بانك قال لي واش انت من قبيله فلان سميتها قلت له شوف لقاش هذاك حاجه قلت له ذاك الوكيل الملك راه زامل ولدو زامل وقال ولات الوكالة غالبا ذوك النواب داك الشيء راه فيهم الزبله هو يهرب هذا كيخاف مني عرفت كيخاف مني انا وادرك ما اقول انا الحمد لله هو ما عنده ميش ديالة كاع فهمتي كيعيا بديك السلطه بي. انا مثلا نجي درويش ما يمكنش نجري عليه اخويا اقسم بالله اخويا ماشي كيما سميتو هكا دوبي جيك داير خدم اشوف بنادم كيجي تما كاين كيجيو ناس مزيان شي بنات ساكن كاين غير كيديروا تما كاين اخر كيقول اش دير اختي هذا واسيري قلبي على روحك سير دير الماستر ديالك سير دير سميتو تجي هنا كذا كيتفلى عليك هاد ولاد الكلاب هادو هنايا كيستغلوك فهمتي نجي بنادم خصها ديالي شي واحد اللي بغا يكتب شي دكتوراه شي واحد بغا شي تقسيم ديال شي موضوع كاين ما بغا يكون هذا هو انا الكتاب تمتع بهذه المسائل هذه.